عاشوراء شرعة حياة يقلب صفحاتها بأنامل الحماس، بين طياتها مواقف خالدة نستلهم منها عبارا عظيمة. قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام: جاءت ثورة الحسين عليه السلام لتعلن براءة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله من الحكام الذين تسلطوا على هذه الأمة وأبعدوا خلفاء الله في أرضه أوصياء محمد صلى الله عليه وآله الأئمة الاثني عشر عليهم السلام عن الحكم. لطالما كانت نصرة خليفة الله في أرضه أمنية كل مؤمن شائق يتمنى، فاللبيب من يغتنم فرصة العمل بين يدي إمام زمانه باحثا لذلك بكل سبيل. ولا شك أن العمل المقرون بالمعرفة يجني أطيب الثمار، المعرفة التي تنطلق بصاحبها إلى تعقل الأمور والتفكير بوعي في عواقبها. وما دام الأمر كذلك، أفلا يستلزم من المؤمن العامل أن يتوخى الحذر ويدرس الأمور بتعقل قبل الإقدام عليها بغية الوصول للنتائج المثمرة في نصرة إمام زمانه؟ قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام: الإنسان مفطور على اتباع قائد معين من الله سبحانه وتعالى، وهذا القائد هو ولي الله وخليفته في أرضه. فإذا دفع ولي الله عن حقه وتشوشت مرآة الفطرة الإنسانية بغبش هذه الحياة الدنيا، قبل الإنسان بأي قيادة بديلة عن ولي الله وحجته على عباده ليسد النقص الواقع في نفسه. يظل ما جرى في عاشوراء الحسين فريداً في تاريخ الإنسانية، عز نظيره بعظيم دلالاته وعمق أبعاده التي جعلت منه معيناً لا ينضب، يخرج للباحثين بين طيات صفحات التاريخ ما خفي من مكنوناته لمن أراد الغوص في أعماق ملحمة كربلاء. إنها مسيرة إلهية كان لابد للسائرين فيها أن يجتازوا كل العقبات بما تحويه من تضحية وآلام، لينقشوا آثار سيرهم بصبر وثبات لإرساء منهج حاكمية الله في الأرض. وتظل مواقف سيد الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام قرابين فداء لترسيخ قيم الدين المحمدي الأصيل، بعد أن أراد الطواغيت وعبدة الشيطان من بني أمية حرفه عن منهجه، فكانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة إسقاط الحاكم الظالم وفضح بطلان قيادته للأمة، ليقول بأن مشروعية القيادة إنما هي من الاستقامة على ضوء منهج الإسلام. نعم، بمثل ذلك أجاب الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير لما سأله عما هو صانع مع الوليد بن عتبة والي المدينة آنذاك في أواخر أيام سنة 60 هجريا، لما بعث رسوله إلى الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير يدعوهما للحضور في مجلسه لأخذ البيعة ليزيد، إذ قال حينها سيد شباب أهل الجنة للزبير: أني لا أبايع له أبدا، لأن الأمر إنما كان لي من بعد أخي الحسن، فصنع معاوية ما صنع وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل الخلافة لأحد من بعده من ولده، وأن يردها إلي إن كنت حيا،
فإن كان معاوية قد خرج من دنياه ولم يفي لي ولا لأخي الحسن بما كان ضمن، فقد والله أتانا ما لا قوام لنا به. ولم يكن الإمام الحسين عليه السلام ليعطي الدنية من نفسه الشريفة لعدو الله، وإنما كان على قدر عال من الحنكة والتدبير وأخذ الحيطة والحذر من مخطط الوليد بن عتبة الذي وصفه بأنه غير مأمون جانبه، فأخذ عليه السلام حذره منه معدا لتلبية دعوته العدة اللازمة، حيث أرسل عليه السلام قبل خروجه إليه إلى 30 رجلا من فتيانه وعشيرته ومواليه وأهل بيته وأعلمهم بشأنه، ثم قال لهم عليه السلام: كونوا بباب هذا الرجل فإني ماض إليه ومكلمه، فإن سمعتم أن صوتي قد علا وسمعتم كلامي وصحت بكم فادخلوا يا آل الرسول واقتحموا من غير إذن، ثم اشهروا السيوف ولا تعجلوا، فإن رأيتم ما تكرهون فضعوا سيوفكم ثم اقتلوا من يريد قتلي. ومضى الحسين عليه السلام قاصدا الوليد حتى دخل مجلسه، واستفهم عليه السلام سبب طلب قدومه، فلم يستحي الوليد وواجه صاحب الملك الحقيقي بأن طلب منه بيعة الذلة ليزيد المنكوس حظه في الدنيا والآخرة. وهكذا انكشفت نوايا القوم عما كانوا يضمرونه لولي الله، وظهرت الحقارة في كلام من باع حظه من الآخرة بثمن بخس واشترى به دنيا زائفة. هكذا انبرى مروان بن الحكم لعنه الله الذي كان حاضرا في مجلس الوليد، فقال: أيها الأمير، إنه إذا فارقك في هذه الساعة لم يبايع فإنك لن تقدر منه ولا تقدر على مثلها، تحبسه عندك فلا تدعه يخرج أو يبايع، وإلا فاضرب عنقه. ويبدو أن عدو الله هذا قد أعماه شياطينه عن تذكر من هو الحسين بن علي عليه السلام، وأي نفس أبية يحمل بين جنبيه. فالتفت إليه حينها الحسين عليه السلام وقال: ويلي عليك يا ابن الزرقاء، أتأمر بضرب عنقي؟ كذبت والله، والله لو رام ذلك أحد من الناس لسقيت الأرض من دمه قبل ذلك، وإن شئت ذلك فرم ضرب عنقي إن كنت صادقا. ثم أقبل الحسين عليه السلام على الوليد بن عتبة وقال: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، مثلي لا يبايع لمثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة. وخرج الإمام الحسين عليه السلام مسرعا وفرق من كان على الباب ينتظر أمره، ومضى إلى بيته منهيا مخطط المتسلطين على حكم الله سبحانه بالفشل. هكذا إذن فوت الإمام الحسين عليه السلام الفرصة على السلطة الأموية بإعداده لخطته العسكرية الحكيمة للتدخل في اللحظة المناسبة، وبها يكون الإمام الحسين عليه السلام قادرا على الامتناع عن أي محتمل من محتملات السوء في لقاء تلك الليلة مع الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم. وفشل مخططهم الشيطاني المتعمد لإجبار الحسين عليه السلام لإعطاء البيعة لمن لا يستحقها أبدا، بل وفشلوا على القضاء على الثورة الحسينية قبل اندلاعها،
فقد كان القوم قادرين على اغتيال الحسين عليه السلام بدم بارد عند رفضه للبيعة. وقد أكد على هذه الفرضية قول مروان ابن الحكم، وقد كانوا مستعدين بنفاقهم أن يتصنعوا بعد قتلهم الحسين عليه السلام المطالبة بحقه والأخذ بثأره أمام الناس ماسحين أيديهم من دمه الشريف، وبهذا يجهضون حركة الثورة قبل ولادتها. ولكن هيهات، وأنى لهم ذلك وحنكة قائدها لهم بالمرصاد، فهذا الحسين عليه السلام وليس أي من كان. وبتلك الخطة التي أعدها الحسين عليه السلام حافظ على حياته ونفذ خطته الإلهية في إعلان الثورة وتنفيذها بكل ما وضع لها من أهداف إصلاحية لإنقاذ الإنسانية من السقوط في منحدر العبودية والجهل، والارتقاء بها إلى مستوى التحرر من عبادة الذات. ويبقى الحسين عليه السلام باب من أبواب الجنة، من أراد نعيمها دخلها عبر الحسين عليه السلام، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله: وبالحسين تسعدون وبه تشقون. وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عاداه حرم الله عليه ريح الجنة فتعسن للقوم الذين عادوه فقتلوه. ليش ما بايع يزيد وقال صالح؟ ليش ما تثني قراره المذابح؟ مسك باقي موقفه يفضح روايح. درس انسان تهيل كل شرايح. من الحسين اخذ العبر مو بس نوايح. ابو اليمة لكل زمان يقدم النصايح. هو ملهي لمشملها الارض باسلامها. هو ملهي لمشملها الأرض. إن موقف الإمام الحسين عليه السلام الحكيم والفطن مع أعداء الله يقدم منهجية ناجحة لعمل المؤمن الذي يريد به نصرة إمام زمانه. فقد بين الحسين عليه السلام أهمية التزام الحذر واليقظة في كل جوانب عمله وتحركاته ممن يتربصون به الدوائر. وها هو يماني آل محمد عليه السلام ينصح لأنصار الله بتبني هذا المنهج الحكيم، فيقول مبينا الطريقة الصحيحة لإداء واجب التبليغ: التبليغ يجب أن يستمر وبشكل جيد وفقكم الله، ولا داعي للتلكؤ، ولكن أيضا لا تنسوا الحذر، الحذر الذي يجعل العمل يدوم ويجنبكم شر شياطين الإنس والجن أخزاهم الله. إذن فإن حجج الله سبحانه يريدون أن يكون عباد الله مؤمنين حقا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن كيس فطن حذر. وهكذا كان الحسين عليه السلام، فسلام على نبراس الأحرار وعلى السائرين في طريقه، والحمد لله وحده.